حياكم الله، أنا جمال معيقل وحييكم ورحب بكم في حلقة جديدة من يا هلا. البداية من مقطع فيديو انتشر واسع. نلقي هذا المقطع في منصات وسائل التواصل الاجتماعي انتشارا واسع النطاق، وأظهر المقطع المصور اعتداء رجل بالضرب على امرأة أمام مبنى سكني في ظل علو صوتها بالصراخ والاستنجاد. من هنا وجه أمين منطقة مكة المكرمة بالنيابة بالقبض على المعتدي واتخاذ الإجراءات النظامية في حقه، وما هي إلا ساعات حتى تمكنت الجهات الأمنية من القبض وإحالته للجهات ذات العلاقة. نتابع مقطع الفيديو المنتشر ونعود لعرض تفاصيل جديدة خاصة ببرنامج هلا. هذا هو المقطع اللي انتشر يوم أمس في أوساط وسائل التواصل الاجتماعي وعبر وسائط التواصل الاجتماعي، وتداوله الكثير من الناس، وشهد حالة من الاستياء في أوساط المجتمع السعودي تجاه تصرف الرجل. المعلومات اللي وصلتنا في لبرنامج يا هلا والمصادر أوضحت أنه هذه المرأة هي زوجة الرجل، هي من جنسية عربية، عمرها 20 سنة، تعاني من حالة نفسية مضطربة. من أبلغ عن هذه الحالة هم الجيران اللي شاهدوا المقطع اللي شفناه قبل قليل. أود أن أعلق بس على جزئية مهمة جدا. الأصل والمبدأ أنه ما فيه رجل تقبل عليه المروءة أن يشاهد امرأة ايا كان، سواء في داخل السعوديه وخارج السعوديه، هذا ما جبلنا عليه. ما يقبل انه يشوف امراه تهان او تضرب ايا كانت علاقتها. لكن الملاحظ خلال الفتره الماضيه انه هذه المقاطع بدات تستغل بشكل محرف بعض الشيء عن واقعها الحقيقي. قضيه هذا الرجل انتهت اليوم وهم تقريبا على وشك خلاء سبيلهم بعد أخذ الإجراءات النظامية وفق النظام، وفق نظام الحماية، وفق نظام الإجراءات الجزائية، وفق القانون اللي يحكم كل شخص في هذا البلد سواء كان سعودي أو غير سعودي. دائما ما تحور هذه القصص. قبل أسبوعين شفنا قصة مشابهة، الشخص أطلق مقطع بدون ما يظهر الأشخاص وقال أنا واقف لي يومين عند البيت وأسمع صراخ المرأة وأبلغت الحماية الاجتماعية في وزارة العمل وأبلغت الشرطة وجاء الشرطي وأخذ التعهد ومشى. طيب، هذا دورك أنت كمواطن، وهذا شيء يشكر عليه كل شخص اليوم يجد في نفسه الحمية ويجد في نفسه الغيرة ويجد في نفسه اليوم أنه لابد أن يكون عنده موقف واضح تجاه ما يراه أو يسمعه من اعتداء سواء لفظي أو جسدي على امرأة أو طفل أو أيا كان. لكن أن تأخذ القضية أبعاد أخرى وتتجه إلى الطعن في مصداقية رجال الأمن والطعن في الإجراءات والطعن في المجتمع، إحنا ما حنا مجتمع ملائكي، إحنا مجتمع فيه أخطاء وفي مشاكل وتحصل هذه المشاكل. ما نقول انه المقطع اللي شفناه سليم. التحرك اللي امر فيه امير مكه المكرمه بالنيابه هو تحرك طبيعي من كنا صغار الى اليوم وحنا نشاهده من قبل قيادتنا، مو بشيء جديد. لكن الغريب لما هذه المقاطع تستغل لبث حاله سلبيه تجاه المجتمع وتجاه افراده وتجاه رجاله وتجاه نساء. كل اللي نتمناه أنه دائما يد العدالة ما تكون ناجزة وتصل إلى أي شخص يحاول التعدي على أي حالة إنسانية. بعد الفاصل نعود لفتح عدة ملفات، أولها هي موضوع خريجات كلية المجتمع. ابقوا معنا.